خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالمناخ. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس شركة بريتش بتروليوم ويبدي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الشركة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات ويواجه بإعداد خطة عمل ببرامج زمنية لإنتاج الطلمبات المطلوب تصنيعها محليا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير التمويل اللازم لدول منخفضة الدخل لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالمناخ. جاء ذلك في مداخلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بجلسة حوارية بعنوان التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024. تصوروا أن احنا في مصر أيضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9-10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال 7 سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جدا. والحقيقة يعني يا ترى كان هل النهاردة مؤسسة التمويل وهي شايفانا واحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد ان هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة او التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال انا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على افريقيا. اذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة او الاقتصادياتها متواضعة، ودي كلمة يعني مهذبة، يعني أنا بتكلم عن الناس اللي اقتصاداتها صعبة، هتعمل إيه؟ إحنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 إن في 100 مليار دولار هيبقى يتم ضخهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل، وإحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل، إحنا بنتكلم النهاردة من 15 للنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين، لم يضخ أموال بالقيمة ديت طبقا للتعهدات اللي تمت. وأشار الرئيس السيسي إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر، ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع على الحدود مع ليبيا والسودان وقطاع غزة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة كانت تفقد ما يقرب من 9-10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، مضيفا أنه خلال 7 سنوات الماضية تم التغلب على هذه المشكلة. هيبقى في تحدي للدول اللي زي حالتنا زي مصر كده، مش بس في التمويل. النهارده مصر بقى لها يعني كورونا خدت 2 سنين، وده تحدي اقتصادي كبير جدا واجهنا، ثم بعد كده الازمه الروسيه الاوكرانيه، ثم اللي انتم شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفه في مع ليبيا ومع السودان وحتى دلوقتي مع قطاع غزه. وانتوا شايفين النهارده الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا، ده تراجع بنسبه 40-50%. كل ده بيتم، والنهارده المفروض ان الدوله المصريه ليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنميه ومع مؤسسات تمويل. انا مش بشتكي يعني، لكن اقصد اقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه. إذا كان في تعهدات إحنا كدولة مصرية حرصت على أنها تنفذها، التعهدات دي الالتزام بيها كان أموال ضخمة تم ضخها عشان نقول وإحنا قاعدين معاكم دلوقتي إحنا فعلا 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز، ونص مليون عربية أو أكتر
بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو في فرصة تمويل أكتر أكتر من كده. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم. أضاف الرئيس السيسي أن الدول المتقدمة حينما تضع تعهدات بشأن المناخ تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات، حيث إن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من الوفاء بتلك التعهدات. الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما يعني تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات، لأن قدرتها التنظيمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أن هي لما تقول تعهد تقدر تعمله. لكن في دول في أفريقيا وزي مصر ومصر منها، في أفريقيا ومصر منها لما تحط تعهدات بتبقى التعهدات دي صعبة جدا، لأن هي أقل ما في أقل شيء مطلوب هو التمويل. التمويل المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج لاستثمارات ضخمة جدا، ولكن طب احنا هنمول ده منين؟ وخدينا اديك مثالين صغيرين. طارق الملا او المهندس طارق اتكلم عن ان احنا خلال السبع سنين اللي فاتت قدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف الى حوالي 15 مليون وحدة او 60%. من انتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحده او نخلي 60% من الوحدات السكنيه في مصر تشتغل او تعمل بالغاز الطبيعي. ده كلفنا قد ايه وقت وجهد واموال. كان الرئيس السيسي قد شهد افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقه ايجيبس 2024 في مركز المناره للمؤتمرات الدوليه بالتجمع الخامس بالقاهره الجديده. هذا واستقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركه بريتش بتروليوم مواري اوشين كلوس على هامش معرض ومؤتمر ايجيبس 2024. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيبتس 2024 في دورته السابعة، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين الدوليين والشركات الدولية والمحلية المعنية بمجال الطاقة. وقد حضر السيد الرئيس الجلسة الحوارية الافتتاحية للمؤتمر حول التحول في الطاقة وتأمينه وخفض الانبعاثات، وذلك بمشاركة السيد وزير البترول والثروة المعدنية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية ومديرة إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض المقام على هامش المؤتمر وأجنحة الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال. حابين المرة دي نعمل عرض مختلف عن المرة اللي فاتت. هنتكلم على أدوات التمكين بتاعتنا في موضوع التحول وفي الإسراع بإنجاز المشروعات بتاعتنا، وده أولا هيكون عن طريق التحول الرقمي، ثانيا الانتقال الطاقي، ثالثا احنا هنتكلم على المشاركات المجتمعية، وده طبعا جزء من الالتزامات بتاعتنا الدولية. ومن هنا انا هخلي بس الشباب اللي احنا قلنا ان احنا مكناهم كريم وفاطمة ومجدي كل واحد في دقيقة الا ربع هيقول الجزء بتاعه. صباح الخير سيادة الرئيس، بنرحب بحضرتك في جناح وزارة البترول والثروة المعدنية. أنا مهندس كريم سليمان من إدارة التحول الرقمي، وأستعرض مع حضرتك جهود الوزارة في هذا المجال. التحول الرقمي يعتبر من أبرز التحديات اللي بتواجه المجتمعات والمؤسسات في عصر التكنولوجيا الحديثة، وفي نفس الوقت بيقدم فرصة كبيرة للتطوير والتحسين. مجال الطاقة عندنا غني بالبيانات، وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لما كان تدفق البيانات والمعلومات من قطاع الإنتاج ومن مختلف المشاريع، زي مشروع التحكم والرقابة على خطوط نقل الزيت الخام ومنتجات البترولية ومشروع تخطيط وإدارة الموارد. وبتيجي بعد كده خطوة تحليل البيانات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. وزميلي محمد هيستعرض مع حضرتك جهود الوزارة في مجال التحول الطاقي. سيادة الرئيس، أنا المهندس محمد مجدي إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول.
هستعرض لسيادتك إنجازات قطاع البترول في مجال التحول الطاقي لتوفير الطاقة بصورة آمنة ومستدامة ولخفض الانبعاثات الكربونية. قامت وزارة البترول بتنفيذ برنامج عمل متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، وتم تحديث هذا البرنامج ليشمل جميع أنشطة التحول الطاقي متمثلة في 6 محاور رئيسية. بالنسبة لمحور كفاءة الطاقة، فقد تم تنفيذ عدد 340 إجراء ومشروع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، كما تم تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، كما تم إنشاء إدارات متخصصة بكفاءة الطاقة لقطاع البترول. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إنشاء برنامج إصلاح الدعم الاقتصادي للمواد البترولية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. كما تم تنفيذ عدد 30 مشروع لاستغلال الغازات الطبيعية التي تتم حرقها بالمواقع المختلفة، مما أدى إلى توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي مجال الطاقة المتجددة، فقد تم تنفيذ عدد 24 مشروع قام بتوفير الطاقة والسولار والغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء في هذه المواقع. وبالنسبة للبتروكيماويات الخضراء، فقد تم استغلال قش الرز لإنتاج الألواح الخشبية المضغوطة. سيادة الرئيس، لضمان استدامة أنشطة قطاع البترول، فقد تم إنشاء مركز التميز للتحول الطاقي. وزميلتي فاطمة تستعرض مع سيادتك أنشطة قطاع البترول في مجال المسؤولية المجتمعية. سيادة الرئيس، أنا فاطمة إبراهيم. قطاع البترول بيعطي أهمية كبيرة جداً للمشاركة في مشروعات المسؤولية المجتمعية، وعلشان كده قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع استراتيجية موحدة قائمة على 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعلى رؤية مصر 2030. وبالفعل قامت الشركات الوطنية والشركات الأجنبية بتطبيق الاستراتيجية دي القائمة على 4 محاور أساسية. المحور الأول وهو التعليم والتدريب، وده من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتدريب الشباب وذوي الهمم على إقامة المشروعات الصغيرة. المحور الثاني وهو الصحة والمساواة بين الجنسين، وده من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وبالأخص المرأة المعيلة. المحور الثالث وهو محور حماية البيئة، وده من خلال تبني المشروعات اللي بتهدف للحد من الانبعاثات وحماية البيئة البحرية. وأخيرا المشاركة في المبادرات الرئاسية، وده من خلال دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات مصر. وفي الختام بحب أشكر حضرتك جدا لتشريفك لنا النهاردة وعلى دعم حضرتك المستمر للشباب. شكرا. Welcome, Your Excellency. It's our honor to welcome to the United Energy Egypt booth. Since 5 years ago, we showed the presence in Egypt. Since then, we continue support the energy supply in the country, and also in recall to great vision and support and guidance into the energy transition. Now we're in the process trying to move our oil and gas business into the energy business, including the green hydrogen, green ammonia, and also we recently present a project of seawater potassium extraction, which bring more, that's $8 billion of investment into the country. We are very happy that to see the support the energy, and also with your great guidance and support, the industry of energy in Egypt and also economy will be more prosperous in this year. Thank you very much. Yeah. We are very pleased with our cooperation and investment in Egypt. In the last 3 years, we've invested more than $350 million with the support of His Excellency Mr. El Mola to double the production from Aboukir. We are now drilling a new well, Orion, which inshallah will bring more gas, natural gas, to the country. And we represent a company that is expanded in all the countries in the East Mediterranean and brings together where we have a big gas production
and we hope to bring more gas to Egypt as well. It's a pleasure to welcome you to the Baker Hughes stand. We have been in the country for over 110 years. We have over 500 employees, over 5 to 7, and we've been involved in projects like Zohr, but also in the LNG that is produced for Europe. And we look forward to continuing to support also the development of new energy within Egypt. We're also participating in the training as well. We've had many of your colleagues come to Florence and also been having studies here in Egypt. And it's a pleasure to be part of the energy ecosystem here in Egypt and also value the support that you keep on providing us. My colleague here, Ayman, is leading, and he is committed, as I am, to the continued development within Egypt. Thank you. Thank you. بقالنا 122 سنة في مصر، عندنا محطة تموين ومصانع زيوت، بنقدم المنتجات، بنستكشف غاز، عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط. عندنا 3 اتفاقيات هنحفر إن شاء الله آخر السنة دي في واحد، وفي الاثنين التانيين بنعمل مسح ثلاثي الأبعاد على 11,000 كيلومتر مربع، وده الأكبر في تاريخ مصر كمسح سيزمي، وإن شاء الله متفائلين. بشكر حضرتك جدا وفخامتك، وإن شاء الله خير، ربنا يخليك. أشكر حضرتك جدا. My name is Clay Neff. I'm president for Chevron's International Exploration and Production Company. We're proud to sponsor Egypt and proud to be in Egypt for, since 1937. We're in all phases of the oil and gas business, from our upstream exploration, 6 blocks importing gas, as well as in our lubricants plant in the 6th of October city. And we're providing lubricants to the local market as well as to Central and East Africa and the Middle East. We just finished, we're getting ready to drill our second well, appraisal well in Nargis, and we'll do that, followed by another exploration well. Waiting for that. That's right, that's right. President was just asking about Nargis. Yes. And we are working that to work the development, and we're also drilling another exploration well off of the Western Desert this year. So we're excited about what's ahead, and we look forward to continuing to partner with the ministry, and we appreciate the enabling environment that you're providing for us to continue to partner for, you know, 87 years today, but many more years in the future. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. President, welcome to our booth. This year will be the 70th year that ENI is present in the country, and we are still committed to invest, share technology, and support Egypt in the energy transition journey. We are continuing exploration. In the next 4 years, we'll drill more than 20 wells, and this will allow Egypt to satisfy the domestic demand and also allow for export. We're continuing and still committed to implement renewable projects, energy efficiency, and reduction of methane emissions. And we believe that Egypt has the resources and the infrastructure to become a regional hub. We have a very optimistic view on the country, and we believe that with the support of the Minister of Petroleum, we will overcome this difficult juncture. Thank you so much. Thank you very much. I got to this council. Absolutely, I'll convey the message. We need 2-3 zone, please. النهارده احنا بنشتغل في 19 اتفاقيه، 9 منهم منتجين و9 منهم بنشتغل في الاستكشاف. وزي ما وعدنا حضرتك، احنا اشتغلنا على سايزميك في الفتره اللي فاتت، عملنا 2000 كيلومتر في الغرب و850 وزميلي وائل المسؤول عن اشغالنا في مصر هيشرح لحضرتك التفضل في السايزميك بتاعنا. سيادتك يا فندم، لما شرفتنا في ايجيبت 2022 والشركه بي بي وعدت ان احنا طبق المسح السيزمي لاول مره في قاع البحر، مش في مصر بس في البحر المتوسط. وطبعا بدات عندنا تبان النتائج في الصوره اللي على اليمين جنب الصوره اللي على الشمال. طبعا المكامن البتروليه بتبتدي تبان اكتر لينا، وده هيساعدنا ان شاء الله لان احنا نحسن نتائج الحفر.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر إيجيبت 2024 السيد موراي أوشين كلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أثنى على النشاط المميز للشركة وحجم استثماراتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول، والتي تتسق وجهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال. المزيد حول فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولية السابع للطاقة إيجيبت 2024 يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من داخل مركز مصر للمعارض الدولية، حيث انطلاق معرض والمؤتمر الدولي إيجيبت للطاقة في نسخته السابعة، والذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي. معرض إيجيبت في نسخته السابعة يأتي في موعده من كل عام ليستعرض النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية، وكيف أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تحقيق معدل إنجاز كبير في الطاقة وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدام الطاقة النظيفة. اليوم يعني اليوم الأول لفعاليات المعرض، ويعني كما ترون خلفي يعني هناك إقبال كبير من الدول المشاركة وزخما دوليا وعالميا. نتحدث اليوم عن مشاركة أكثر من 30 ألف عارض من مختلف دول العالم يمثلون 120 دولة، هذا بالإضافة إلى 2200 من الوفود المشاركة، سواء كان من ممثلي الشركات الخاصة التي جاءت هنا لمصر للمشاركة في هذا المعرض أو حتى من وكلاء الشركات. نتحدث عن مشاركة أكثر من 40 شركة مصرية وعالمية يعني تعمل جمعها في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والوقود، هذا بالإضافة إلى شركات دولية كبيرة، نتحدث عن أكثر من 450 شركة يعني ممثلين لهم في داخل معرض إيجيبت. يمكن معرض إيجيبت فيها نسخته السابعة هذا العام يحتضن العديد من الفعاليات، ولأول مرة يقدم 80 جلسة نقاشية يحاور فيها كبار رجال يعني الصناعة وكبار رجال أيضا المهتمين بمجالات الطاقة والخبراء والاقتصاديين. معرض إيجيبت هذا العام يأتي وليس فقط يعني لأنه يجسد يعني معرض يأتي إليه العارضون من مختلف دول العالم، ولكنه يعتبر منصة إلكترونية دولية تحتضن العديد من الفعاليات والندوات لكي يستفيد منها العديد من وكلاء الشركات في مصر، ليس فقط في مصر ولكن من مختلف دول العالم. أيضا نتحدث عن محور في غاية الأهمية هو محور الاستثمار. محور الاستثمار هو واحد من أهم الأهداف التي يسعى إليها معرض إيجيبت من خلال طبعا مشاركة العديد من وفود الشركات الدولية والأجنبية. هذا المعرض أيضا يعني نتحدث فيه عن مشاركة من الدول الأفريقية، وهنا سوف نركز على مشاركة الوفود الأفريقية بما تمثله القارة الأفريقية لمصر، بما أنها العمق الاستراتيجي والعمق الاقتصادي، وكيف يمكن أيضا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التعدين والطاقة داخل القارة الأفريقية. أيضا معرض إيجيبت هذا العام يعني كما ذكرنا يعني سوف ينظم ولأول مرة العديد من المؤتمرات الجانبية داخل المعرض على مدار يومين. نتحدث عن العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي سوف يشارك فيها يعني خبراء اقتصاديين ورجال الصناعة من مختلف الدول ومن مختلف الشركات. يمكن يعني المشهد خلفي الآن هو يعني كما نقلناه لكم من داخل معرض إيجيبت للطاقة في نسخته السابعة، وأعود إليكم مرة أخرى. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بواجب العزاء للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في وفاة المغفور له خالد بن مساعد بن سيف والد الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعزيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص،
وخلال متابعته لجهود توطين صناعة الطلمبات أشار مدبولي إلى أن الدولة لديها احتياج فعلي مستمر لهذه الطلمبات، لذا يتم دعم أي خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر. وكلف مدبولي رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعقد ورشة عمل بحضور مسؤولي شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف إعداد خطة عمل ببرامج زمنية واضحة لإنتاج الطلمبات المطلوب تصنيعها محليا. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية. خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار. هذا وشدد مدبولي على أهمية وجود رؤية متكاملة بشأن المخططات والمشروعات المستقبلية بكل المناطق في القاهرة التراثية. كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص وهو يمني الجنسية داخل شقته، وأكدت الوزارة أنه تم ضبط مرتكبي الواقعة وهم رمضان محمد بليدي سائق ومقيم بالمنيرة الغربية بمبابة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا، وعبد الرحمن أشرف شحاتة ويعمل خراطا ومقيم بالطوابق بالجيزة، وسيدتان هما إسراء صابر محمد عطية وهي ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة، وسهير عبد الحليم محمد ربة منزل ومقيمة أيضا بمنشأة ناصر بالقاهرة. وأكدت الداخلية أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتغديره وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار. هذا وأكدت الداخلية أنه تم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذلك السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، كما تم ضبط متهمة أخرى تدعى آية رضا محمود ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة لإخفائها جزء من المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، حيث أشاد جبالي بموقف كوت ديفوار المطابق للموقف المصري. من جهته أشاد رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار بالجهود المصرية المضنية لحل الأزمة في قطاع غزة وإدخال مساعدات للفلسطينيين، مشددا على رفض كوت ديفوار لما يحدث في القطاع من مجازر إسرائيلية بحق المدنيين العزل واستهداف المدارس والمستشفيات.
أشاد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمواقف كوت ديفوار داعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، وخاصة فيما يتعلق بتأييد كوت ديفوار لموقف مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال استقباله أداما بيكوتوغو رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان في البلدين الصديقين. من جهته أشاد رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار بموقف مصر من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده ترفض كل أشكال العنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس أدام سميث زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، وتناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول أثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. قام وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي بعرض 5 خرائط للأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية توضح حقيقة الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر العقود الماضية. وخلال كلمة له أمام محكمة العدل الدولية أكد المالكي أن الفلسطينيين محرومون من حق تقرير مصيرهم، لافتا إلى أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة. هذه الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب والمحاسبة محاسبة إسرائيل على المستوى الأخلاقي، والحكومات المتعاقبة في إسرائيل فقد قدمت 3 خيارات للفلسطينيين، إما التحرير ترحيل أو الاعتقال أو الموت، والتطهير التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ولكن شعبنا هنا حتى يبقى على أرضه وحقه في العيش بحرية على أرض أجداده وعدم التسليم بحقوقه. لذلك أطلب منكم بعد الاستماع لهذه الأدلة القانونية التي ألا تنسوا الشعب الفلسطيني، وأن شعبنا يناضل في كل يوم من أجل العيش كأفراد ومجتمعات وكأمة. وقبل أقل من شهر هذه المحكمة أقرت بإجراءات مؤقتة بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تحت معاهدة الإبادة الجماعية، والتي تواصل إسرائيل انتهاكها مفلتة من العقاب ومحتلة الأراضي الفلسطينية والقيام بالانتهاكات على أراضينا من أجل أغراض استعمارية. هذا الاحتلال وإلحاق الأراضي بطبيعته هي اختراق دنيء وخبيث للقوانين الدولية. تدمرت ما بقلش حاجة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و 145 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29,092 شهيدا و 69,028 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى عدد من الضحايا المتواجدين تحت الركام. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه للمرة الثامنة على التوالي فشلت محاولات التنسيق من خلال المؤسسات الدولية مع سلطات الاحتلال للسماح بإدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ووقود لمستشفى الأمل بمحافظة خان يونس. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال يواصل فرض الحصار المطبق منذ 27 يوما وسط استهدافات متكررة واقتحام المستشفى واعتقال عدد من الطواقم الطبية والإدارية، وهو ما ينذر بتوقف العمل في المستشفى، لا سيما وأن مخزون الوقود بات على وشك النفاد. هذا ولا يزال الأهالي في قطاع غزة يحدهم الأمل في الوصول إلى ذويهم تحت الأنقاض. وفي بلدة الزويدة التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة دير البلح وسط القطاع، يبحث الفلسطينيون تحت ركام المنازل المدمرة أملا في العثور على ذويهم أحياء كانوا أو شهداء. مشهد متكرر يدمي القلوب، قلوب كل من يتابع المأساة الإنسانية في قطاع غزة، إلا سكان القطاع الذين اعتادوا مواجهة الاحتلال بصدور عارية لا تخيفهم غارة أو قصف أو اشتباك. وسط هذه المباني المهدمة يبحث سكان وسط غزة بين الأنقاض عن روح لم تصعد لبارئها، أو أشلاء وجثامين ذويهم وأقاربهم ممن سقطوا ضحية القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. هنا في الزويدة خارج دير البلح يبحث السكان بين أنقاض هذا المبنى المدمر باستخدام المجارف ومنشار كهربائي وجرافة على أمل العثور على من لا يزالون محاصرين. ويقول سكان الزويدة إنه يعتقد أن 36 شخصاً على الأقل دفنوا تحت أنقاض المبنى، بينهم 32 شخصاً من عائلة واحدة. وعلى مدار أكثر من 135 يوماً أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد ما يقرب من 29,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وتسبب العدوان في نزوح حوالي 80% من سكان شمال ووسط غزة إلى جنوب القطاع، فيما يواجه معظمهم خطر المجاعة والأوبئة. تنطلق غدا فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم، حيث تتضمن فعاليته 6 جلسات حوارية يتناول محورها الرئيسي قضية التنمية والسلام العادل. واصلت القافلة العلاجية بنجع الحجر التابع لمركز دراو في أسوان عملها لليوم الثاني على التوالي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأجرت القافلة الكشف الطبي على 953 شخصا، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان وتحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسوان لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين والمقطعية. القافلة الطبية أكثر من 10 تخصصات طبية مختلفة، معانا الصيدلية المجانية اللي بتقدم من أكثر من 130 صنف دواء، معانا معملية دم والطفيليات، معانا كمان الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط. النهاردة كمان معانا التحويلات لأقرب مستشفى متخصصة، المستشفى دراو المركزي، ونحتاج الأمر مستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان. كل الخدمات الطبية المقدمة النهاردة مجانا. بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها، واللي محتاج أي وصفات علاجية بنكتب له العلاج وبيصرفهم بالمجان من صيدلية خاصة بالقافلة، وأي حالات محتاجة أي تدخل جراحي بتحول للمستشفيات المحيطة بالمكان.
شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة قنا إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في أول أيام الافتتاح بمنطقة ميدان الساعة بمدينة قنا، وتراوحت نسبة التخفيضات على السلع الغذائية ما بين 20 إلى 30% وسط تواجد الرقابة التموينية ومباحث التموين. من جهته أكد حسن القط وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه تم إقامة 10 معارض أهلا رمضان على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا أنه تم زيادة عدد العارضين من 7 إلى 10 عارضين وذلك لتوفير المقومات والإمكانيات اللازمة لهم، موضحا أنه تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت. تم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والفراخ البرازيلي والمحلي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأرز والزيت والسكر والمكرونة والزيوت بجميع أنواعها وأحجامها، وده بناء على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برفع المعاناة عن كاهل المواطن. بصراحة اشتريت حاجات كثير مثل زي الرز والسكر ولقيت الأسعار مخفضة جدا جدا على السوبرماركتات اللي بره. نشكر كل القائمين على الموضوع ده، وإن شاء الله بإذن الله رمضان كريم علينا وعليكم. افتتحت محافظة شمال سيناء معرض أهلا رمضان بالعريش، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع اللازمة للمواطنين. ويقام المعرض في مدينة العريش، وتزامن معه إقامة 3 معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية. مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة. تقدم أخبار الاقتصاد ميرنا إيهاب، تفضلي ميرنا. شكرا لكما إيمان وفاطمة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل. يتضمن هذا التعديل تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عددا من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولية للطاقة إيجيبس 2024. وخلال لقائه رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية والوفد المرافق له، أكد الملا جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا. كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي داتا يول يورغنسن لبحث أوجه التعاون المشترك في مشروعات الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقية 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.77 من 100 تريليون جنيه.
أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 1.12% ليغلق عند مستوى 29452 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة تقدر ب 1.64% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة. كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10449 نقطة. تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر الماضي لأول مرة خلال 4 أشهر، ووجهت الحكومة السعودية في 30 من شهر يناير الماضي شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، ويقل ذلك بمقدار مليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في عام 2020 والذي كان مقرر تحقيقه في عام 2027. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى إيمان وفاطمة. شكرا نامرنا إيهاب على هذه الوقت الاقتصادية. مشاهدينا، وفي ختام النشرة هذه عناوين الأخبار. خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالمناخ. الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة بريتش بتروليوم ويبدي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الشركة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. مدبولي يتابع جهود توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات، ويوجه بإعادة خطة عمل ببرامج زمنية لإنتاج الطلمبات المطلوب تصنيعها محلياً. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.